عقب شهرين من واقعة سائق الميكروباص دربكة في الضرب الأحمر، أمين شرطة يقتل بائع شاي بالرصاص في مدينة الرحاب. قطار الثانوية العامة ينطلق 5 يونيو المقبل وينتهي 28 من الشهر نفسه. مجلس النواب يحدد مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل غدا. ورئيس البرلمان يحتوي خلافا بين محمد أبو حامد وخالد يوسف بسبب برنامج الحكومة.